وفتي بلارن وهو جامنا يوم مدح وينها كمرية دا سومالي لان أي واحد سيديرن وبلارن لوجو صدر ويا مجال دا سيل عي حروته قبل كاسلال وحنا سفر كيسة شقاب مدح وينها كوه هلينا يي وسيرك وسارة دا مدح تويدا كمرية دا سومالي لان وسيرك وسارة دا ريمها جدها وسيرك وسارة دا ريمها دبدا وسيرك وسارة دا وحبرشة دا يتعلين تسرية وسيرك وسارة دا عافماتك وسيرك وسارة دا قاشانديكا وسيرك وسارة دا ورفافينتا وسيرك وسارة دا كلوميسيكا وسيرك وسارة دا بيرها وسيرك وسارة دا ديب دجنتا وسيرك وسارة دا بوساهي اسكارسينتا وسيرك وسارة دا حريرك قلياشا يتقنوشي يدا لطليها أرنوها هاوينك يمدحوينة حمك كالي وحنا مدحوينة لوسو قلبية ميل فقارا اللو استيي إنو تدوينة رير سيلع كلاها اللو وحنا اوغورين هالكا سيها دا لوكو مكسو چيدي وسيرك وسارة دا ريمه قدها جمهورية دا سوماليلان علي محمد ورعدي وسيرك وسارة دا وحبرشة دا يتعلين تسري مرو سمسم عبدي آذن وسيرك وسارة دا عفمات كجمهورية دا سوماليلان عيسى أحمد حقلة توسيي وسيرك وسارة دا كلوميسي قيقيرات كبادة علي جامع بريد قدوميها قبل كاسل عبد الرزاق وبري روبلي قدوميها قولها ديغان كي دقمدا سيلع حسين إيد لبرغلي وقال وحقرت هوين واحد أوكيين إن قبل كان خيرات ككلي ولي هاي هاي كميت هاي تخشين هو عم رجينا إنه إسنين هاي تبكى غير تخشين هاي شكو تقال هو هاي هرو مركز وصاران ملح دا تاسو واحد بضل لك فايد دورو يبو قرار الإسكان جسدة كالوويس قرار أي هلوه بسيدي عنه وطالبه وهو الرأي يمير وقرون كفرطة مقالة الكيارة مقالة الكيارة الكيارة يقول أنا مدح ويلي هذا الكديرين ما أيوه قبلك وحبلا وكلمة الوي الكيارة أطيت تعيدين على قبلك أطيت تعيدين هذا كلي قرنك ومدح ويلي أوري ee isagoo gudanaya oo ku jira mudaxileedkiisii soo booqday magaalada Sayla waa tii koowaad weyn markaan eegno nimcada farfadhida reer Sayla waa ay dambe karuun bay ku qureecdaan karuunna way ku casheeyaan taasina waa horumaray gaadhay mudane madaxweyne dadka reer Sayla in booqdo ku amarayeen inay ku arkaan way jeclaayeen waay ku garabeen waxa weeyaan ka socdaa ka socotay dadka Soomaaliland kusteena wax qabadka iyo horumarka darteed ay ku jeclaayeen ku arkaan waxa kale oo halkaas ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyay dadka reer Sayla sida wanaagsan ay ugu soo dhaweeyeen magaalada Sayla ee xarunta gobolka Saleen وأنا أرى أنني 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 أر
waxaanu madaxweynuhu waan babaxay deegaanka Lugaya oo uu dhagax dhigay digad cusub ay yeelan doonto deegaankaasi kaas uu sheegay inay muhiimad weyn ugu fadhiido dadka deegaanka isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك افضل